بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مرة أخرى، مرحبا بنا في أيام رمضان. هذا اليوم إن شاء الله نتحدث على واحد من أركان الإسلام العظيم، أظن لمن عرفوه ومعروف عندنا جميعا، نتحدث على الصلاة. طبعا أنا لن أتحدث على أن الصلاة وش تصليها أو لم تصليها شيء، لأنه لا يتصور أبدا أن مسلم ما كيصليش سواء في رمضان أو خارج رمضان. الذي لا يصلي هو يعني بعيد بشكل كبير عن مبادئ الإسلام وعن دين الله سبحانه وتعالى، وخصنا مباشرة نخصو نراجع الأمر ديالنا. نتحدث على فقط الأهمية ديال الصلاة في حياة المسلم والمكان اللي يمكن أنها ترفع عليه. الله سبحانه وتعالى جعل من الصفات ديال المؤمنين الذين يدخلون الفردوس الأعلى مجموعة طبعا، ومنها صفتين. الصفة الأولى وهي قوله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذا تحدث عن صفة من صفات الصلاة وهي الخشوع في الصلاة. ثم في النهاية ديال هذه الآية قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون كذلك. إذا فجوج صفة الخشوع في الصلاة والحفاظ على الصلاة مع باقي المواصفات التي ذكرها بها يستحق المؤمن أنه يكون من الفردوس الأعلى. إذن هذه مسألة أولى. ثم كذلك الصلاة عندنا في الإسلام هي تكون مقدمة للخير أو مقدمة للشر. الرد الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عملي، وإذا فسدت فسد سائر عملي. معنى أنها مقدمة إما للتيسير في الحساب أو للتعسير. إذا كانت صالحة بشكلها وبخشوعها وما ينبغي فيها فيكون ما بعدها أسهل، وإذا كانت سيئة أنها لا تؤدى شيء أو تؤدى بشكل سيء يعني فيها سهو أو غير ذلك فما بعدها أيضا يكون أعصر ويكون أصعب. وإن فسدت فسد سائر عملي، معنى كيمشي كل شيء من بعد. الصلاة كذلك الله سبحانه وتعالى فرضها على المؤمن ليبايع بها الله سبحانه وتعالى، فنجدد البيعة خمس أوقات في اليوم. كلما خرجنا من أعمالنا ولا من خروج العمل ديالو والمشاغل ديالو فكيجي وقت الصباح أو الظهر أو العصر تقسيمات الخمسة، فنأتي إلى الله سبحانه وتعالى ونقول: إياك نعبد. يعني حنايا كان في العمل في المال في الدنيا كنرجعو ونقول: إياك نعبد وإياك نستعين، ونركع ونسجد ونقول: سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى. معنى دائما تجديد أن الله باقي هو الأعظم هو الأعلى، وأن العبادة الحقيقية هي لله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر طبعا يكسبنا واحد القوة من القوى التي تكسب هي اللي قال فيها الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. معنى أن الصلاة عندما تؤدى بهذا الشكل اللي قلت بتقسيماتها وأفعالها وحركاتها وقلبها فتتأدي دور أنها ترجع حركة في المجتمع، حركة في المعاملات، حركة في الحياة بكاملها. تنهى عن الفحشاء والمنكر مش داخل المسجد أو أمام في الصلاة فقط، وإنما خارج هذا كله مع الأهل مع الأصدقاء مع الأعداء في السوق في العمل في أي مكان من الأماكن التي يلجها الإنسان. إذن لها فوائد كثيرة. كلما ترقت الصلاة كلما رقت صاحبها عند الله سبحانه وتعالى، ورقت معاملاته، رقته إلى أن يصير مؤمن الحق. هذا الشيء الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يرى الرجل يصلي أو المرأة تصلي يقول: شهدوا لي هذا بالإيمان. معنى فهو مؤمن حتى وإن كان يفعل ويفعل، كما جاء في بعض الحديث الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ستنهاه صلاته. الصلاة أو الصلاة التي هي بأركانها وبفرائضها وسننها ومستحباتها ستنهاه، معنى هي قد تعمل فعل. الصلاة التي يركع فيها العبد لله سبحانه وتعالى ويسجد فيها العبد لله سبحانه وتعالى لا بد أن تحركه خارج الصلاة، لا بد أن تفعل فعلها في أفعاله وفي أعماله في كل حياته إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. يكفيها عظمة أن الأنبياء كانوا يدعون بها، فسيدنا إبراهيم وهو أول الأنبياء وهو خليل الرحمن قال: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.
معنى كان ممكن أنه يدعو أدعية كثيرة أو أدعية عامة، ولكنه خصص في هذا الدعاء دعاء إقامة الصلاة. رب اجعلني مؤمن الصلاة ومن ذريتي، أنا والأبناء ديالي يكونوا من أهل الصلاة. علاش؟ لأنه يجعل الصلاة مقدمة للأعمال الفاضلة الأخرى. فالعبد الذي يصلي لله سبحانه وتعالى فهو دائما يسيره إلى الخير. وفي العكس دياله الإنسان إذا تهاون، أقول شقعة، الإنسان إذا تهاون في صلاته كانت سببا في أن يتطهر إيمانيا ويتطهر في حياته مع الله سبحانه وتعالى وفي حياته مع العباد. الله جل وعلا يقول: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ليس عن صلاتهم تاركون. فالذي يسهى عن صلاته بعمله بدنياه بمشاغل من المشاغل اللي ممكن تكون عبادات، ولكن عندما تحل هذه الأوقات المؤقتة المحددة بالزمان في كل يوم يرجع على العبد العبادة التي يمكن أن يؤديها هي ذكر الصباح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء. ففي رمضان ونحن نعبد الله سبحانه وتعالى ونحن نضيف ركنا آخر لواقع الصيام، ما ننسوش أن أهم منه بكثير حسب ما يقوله العلماء وحسب ما ورد في القرآن الكريم في السنة النبوية، أهم منه بكثير على طول السنة هذه الصلاة. فإذا كنا ما كنقدروش نفطر النهار عمدا فجينا صعيبة، فالأصعب منها خصنا نعرفه ندخل المعتقد ديالنا أننا نترك وقتا من أوقات الصلاة فقط تهاونا وإحنا قادرين نصلي فقط لأن الدنيا شغلتنا. فلأننا إذاك نكون قد ارتكبنا مصيبة وقد ارتكبنا كبيرة في حقنا، نكون قد ظلمنا أنفسنا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يطلبنا ويدعونا: حي على الصلاة حي على الفلاح. فهل نستجيب أو لا نستجيب؟ يجب أن نكون من يقول: نعم سآتي إلى الصلاة سآتي إلى الفلاح. اللهم اجعلنا من مقيمي الصلاة. إذن ننتهي إلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.